على ضوء الملخصات اللي انت شاهدتها بعد المباراة، هل هناك لاعبين لفتوا نظرك، لفت أدائهم نظرك النهاردة في المباراة؟ نعم بالطبع، لست سعيدا لأن زيزو خرج مبكرا من المباراة، فتوح أيضا وأيضا سيف الدين الجزيري كان يلعب معي وقد أحرز هدفين. كل اللاعبين قد كانوا رائعين، قد استطاعوا أن يتعاملوا مع كل لحظات المباراة، وكل مشجعي ومحبي كرة القدم استطاعوا أن يستمتعوا بالمباراة الليلة، خصوصا أن نادي الزمالك الآن أو فريق نادي الزمالك لديه الفرصة الأكبر ليتطور ويرضي طموحات جماهيره. السربي نيبوشا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم.